سؤال مهم جدا، في أثار حلوة. بحكي لي، في كتلة 8 كيلوغرام، كيلوغرام فروم ريست، يعني T10، حكالي هي راح تنزل يعني، وبدها توقف باستعمال اثنين زنبركين متداخلين ببعض. هاي الشكل واضح، في زنبرين داخلين. حكالي إذا الكونستنت للأول يعني K1 3 كيلو نيوتن، يعني 3000، وكيتو 10 كيلو نيوتن، يعني 10000. حكالي إذا الماكسيمم ديفليكشن للسبرينج الخارجي 150 مليمتر، 0.15 هذا السبرينج الخارجي. حكالي أوجد اتش. طيب أنا شو بدي أعمل؟ بكل بساطة تي ون بلس U12 بيعطيني T2. هو ايش طلب مني؟ طلب مني اتش. طلب مني اتش. طيب T10. طب انا راح اقول لك من عندي انه T20. ليش؟ لانه هو بده اتش، وهو طالب مني ماكسيمم، وفي معطيني بالسؤال ماكسيمم ديفليكشن، فانا راح اعطيه، راح احل له السؤال زي كانه البلوك عند الماكسيمم ديفليكشن، ودائما عند الماكسيمم ديفليكشن السرعه زيرو، فالسرعه النهائيه زيرو. ليش؟ لانه انا بدي احسب عند الماكسيمم ديفليكشن، ماكسيمم ديفليكشن T2 تساوي زيرو، T1 لانه حكى لي اتريست. طيب بدي الشكل U12، في عندي البلوكه اللي هي ام اتجاه الحركه لتحت، يعني لتحت موجب ام جي في اتش، بس مش اتش اللي بده اياها، لا اتش اللي مساها، اللي مشاها راح يمشي اتش زائد كم؟ زائد الماكسيمم ديفليكشن للخارجي اتش زائد 150، اتش زائد 150، اتش زائد 0.15. ليش الماكسيمم ديفليكشن 150؟ طيب شو عندي هسه؟ زنبركين، الزنبرك حكينا ناقص تكامل، نروح للخارجي. الخارجي شو بعمل؟ شو وضعه الابتدائي؟ وضعه الابتدائي راح يكون، وضعه الابتدائي راح يكون، هو اصلا ما اعطانيش وضع الراحة، ما انا بجيبليش سيرة، فبنحكي له من 0 ل 0.15 اللي هو الماكسيمم ديفليكشن، كي اللي هي 3000 اكس دي اكس. طيب سالب تكامل الخارجي، الخارجي ماله الخارجي؟ بده يكون، بده المسافة اللي مشاها بدها تكون وضع الراحة له اللي هي صفر، بعدين شو المسافة؟ المسافة إذا الماكسيمم ديفليكشن له 150، الماكسيمم ديفليكشن 150، فإيش بده يصير؟ بده يكون الداخلي هاي المسافة 150 ناقص 90، 150 ناقص 90 يعني 0، يعني 60 ملي، يعني 0.06 kx اللي هي 10000 dx x dx. طبعا شو تساوي؟ زيرو. طبعا بما انه سالب وحدود التكامل بتخليه موجب، يعني سالب سالب يعني عكس اتجاه الحركة، اذا حل صح المعادلة، بحلها على الي حاسبة، 8 ضرب 9.81 قوس x زائد 0.15 ناقص تكامل من صفر، تكامل 3000 x من صفر لزيرو بوينت واحد خمسة ناقص تكامل 10000 اكس من صفر لصفر بوينت صفر ستة، بده يساوي هذا كلياته صفر. شفت كالكوليت تطلع معي اتش، هاي احسبها، اتش تتساوي 0.509 متر، يعني بالمليمتر 509 مليمتر. نشوف جواب الكتاب. حكالي اول شيء المعادلة T1 بلس T12، T10 انه ريست، و T20 انه بالماكسيمم ديفليكشن. ضغط الزنبرق قوته نص كي اكس تربيع، طبعا الوضع الابتدائي صفر يعني 1.5 تربيع اللي هو الماكسيمم ديفليكشن. الثاني راح يكون 0.06 زي ما حكيت، انه المسافة الماكسيمم ديفليكشن الخارجي ناقص المسافة اللي اعطاني اياها. بعدين شو بضل عندي؟ الام جي المسافه دائما المشاه زائد مسافه الزنبرك اللي هي 150، جمعهم تطلع مع 509 متر.